ضمن احتفالات مملكة البحرين بالذكرى 52 على تأسيس قوة دفاع البحرين، أقامت عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين العديد من البرامج والفعاليات العسكرية، وتكريم عدد من منتسبي تلك الأسلحة والوحدات المتميزين. وقد شارك في حفل التكريم سمو الرائد بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. وقد رفع قادة الأسلحة والوحدات خلال كلماتهم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي، بل ولصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ولسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، ولسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وجميع منتسبي هذا الصرح العسكري الشامخ، متمنين لقوة دفاع البحرين طراد التقدم والازدهار والنماء. كما أشاروا في كلماتهم إلى المحطات التطويرية في مسيرة مختلف أسلحة ووحدات قوة الدفاع منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، والتي شهدت خلالها تطورا ملحوظا طال جميع أقسام تلك الأسلحة والوحدات باستخدام أحدث المنظومات التكنولوجية العسكرية. وأشادوا بما وصل إليه منتسبو هذه القوة من كفاءة عالية ومستوى متميز في مختلف التخصصات والمجالات العسكرية.